تبادل صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئه بمناسبه حلول العام الميلادي الجديد 2023 مع قاده الدول العربيه والاسلاميه والصديقه واولياء العهود ورؤساء الوزراء والحكومات. اعرب سموه فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبه واطيب تمنياته لهم بموفور الصحه والسعاده. ولدولهم وشعوبهم الشقيقه والصديقه المزيد من النماء والازدهار داعيا المولى عز وجل ان يكون العام الجديد عام خير وامن وسلام على دول وشعوب العالم كافه